كروتك معاك نلعب مع بعض. حضرتك هتختار كارت من الناحيتين، الكارت ده هيطلع فيه سؤال حضرتك هتقراه وتجاوب عليه، والاسئله ماشي. كلها خفيفه ولطيفه، لازم اجاوب على 10 10 والاسئله لطيفه، مش الاسئله اللي هي مستخبيه فتطلع اسئله ما بحبهاش انا دي خالص. لا لا ما بتبقى اسئله لطيفه، انا ما بحبش برضه احط حد قدام مواجهه صعبه يعني، بس هتلاقي الاسئله كلها حاجات شخصيه كمان ليها علاقه بشغلك انت. لو انت مدافع حاليا تفتكر تطلب كام في الموسم في ظل الملايين اللي بتدفع؟ حلوه دي حلوه دي. بص هو يعني دلوقتي انا رئيس نادي اهو بفاوضك دلوقتي، لا اللي موجود سنة. حاليا ده مش طبيعي، ده غير طبيعي، ده مش في المنطق الاسعار اللي انا بسمعها دي. فطبعا في فئات كنا بنشتغل حتى واحنا موجودين في النادي، في حاجه اسمها فئه اولى وفئه ثانيه، في فئه اولى وفئه ثانيه وبتاع، وبعدين ما بحطش راسي يعني، انا مثلا كمدافع ومدافع كويس قوي فانا مش هحط راسي براس المهاجم التقيل قوي اللي هو يعني اللي بيجيب الجوال، فاحنا عارفين امكانياتنا، عارف ان الفرود ليه سعر، الديفندر ليه سعر، والمساك ليه سعر، والناس ليها سعر، ففي ناس بتتعدى المنطق. تاخد كام في الموسم عشان لسه عندي لعيبه بره ثانيه هتفاوض معاها؟ اما هو اللي النادي حاطه، انا على فكره عمرنا احنا ما كنا موجودين ولا عمرنا عندنا مشكله على فلوس، يعني انت حاطط 10 هاخد 10، 10 مليون حلوين، حاطط 15 هاخد 15، حاطط 5 هاخد 5، 10 مليون حلوين في الموسم في المتوسط يمشي، لكن اللي هو ال 25 وال 30 وال 40 ده مش في المنطق يعني. حلو خلاص نديك 10، انا شايف ان انت تاخد 25 برضه على دور المدافعين دلوقتي، دول تاخد كتير بس يعني على دور المدافعين دلوقتي تاخد 25 والله عادي. بص كان في احسن مني بكتير يعني، في ناس يعني قامات كانت موجوده وتاخد اكتر مني انا اضعاف اضعاف، والناس دي ما خدتش عقود وبطلت ما خدتش عقود. عظيم. السؤال الثاني، من الاحرف شيكابالا، حماد عبد اللطيف، حازم امام؟ اهو ده اصعب سؤال جالي في حياتي في حياتي، لان الثلاثه ممتعين والثلاثه يعني انا يعتبر يعني شبه لعبت معاهم. شيكابالا يمكن ما اعرفش جالي في الاخر ولا ايه، اللي انا بطلت 2001 2002 2002 2003 كنت في الكويت، هو جيب اعتقد، لكن انا لانه بحكم ان كان في الناشئين فانا عارفه ومن صغره لغايه ما كبر من احرف اللعيبه اللي موجوده وشفتها بصراحه. حازم طبعا، حازم لا ما اقدرش، مستحيل مستحيل اقول لك مين احسن، لان الثلاثه احرف من بعض. اللي ما شافش حماد عبد اللطيف طبعا ما استمتعش، لان انا لعبت معاه انا من الناس اللي لعبت 18 سنه فلعبت مع كابتن حماده، في ناس كتير ما شافتوش. حازم امام ما تقدرش تتكلم عليه كلمه. شيكابالا ممتع. فاصعب سؤال ما اقدرش اقول لك، لا الثلاثه دول، لان كل جيل من كل لعيب من دول كان جيل كل واحد ليه كان واحد كل جيل ليه متعته الخاصه. ما انا بقول لك في ما ينفعش تقول لي مين احرف، لان كل واحد ليه متعه في نفس التوقيت في الزمن. تمام. فهظلم اثنين لو اخترت واحد، لكن دول ما ينفعش، لا من دول حاجه ما تتكررش يعني. ماشي. اللي بعده مش هاخد من هنا دلوقتي، بيقول لا لازم يختار، فانا بقول لهم لا مش هحرجه، لا صعب صعب، لا لان انا مش هظلم، انا ما اعرفش هظلم بصراحه، حطيت نفسي مكانك دلوقتي، لا هظلم يعني، انا لو حد قال لي مثلا شيكابالا لا لا شيكابالا ولا حازم امام ولا احمد عبد اللطيف متهيئ جامدين قوي يا جماعه، لا ما ينفعش حد ما يتحطوش مع بعض، انت هتحطهم عشان تظلم الوحيد اللي هيختار في القصه دي اللي بيحبه ويكره يعني، انا بحب شيكابالا او بحب حازم او بحب احمد عبد اللطيف، لكن لو انت فير لا بختار اتكلم كوره الثلاثه حريفين، قلت لي واحد من دول معايا اثنين ماشي ممكن اقعد اختار سهل. اي واحد من دول معايا اثنين تانيين اقدر اختار طبعا. لكن دول مع بعض فما ينفعوش، لان دول يعني حاجه كانت في الزمن ممتع. عشان كده بقول لك في لعيبه اسعارها ما ينفعش. ممكن اسالك السؤال بصيغه الطف، مين من الثلاثه دول ما يعرفش يرقصك بسهوله؟ ولا واحد، ولا واحد قافل راسك بسهوله، اسال حازم امام. ولا واحد فيهم يرقصك بسهوله. هقول لك ليه. انا عندي كان عندي مشكله بلعب الحريف ما يرقصنيش، السريع اللي يرقصني. ما كنتش اقول لك، ما هو شيكابالا برده كان في شبابه كمان كان عنده شويه سرعه، كنت ممكن تقول لي مثلا شيكابالا كان ياخد الكره ويجري. ما انا بقول لك، ليه، لان انا بوديه في اتجاه انا عايزه. على فكره الشغل بتاعنا في التكتيك بتاع المدافعين، انت بتودي ساعات الفروت في اتجاه انت عايز توديه فيه، صح؟ ولو عدى في فاول بعرف اعمله، تعمله بايد، تعمله بفخد، بعرف اخليه ما يعديش. لو حاول يراوغ بس بعيد عن ال 18، في حاجات كده احنا اتعلمناها في شغلنا، في الشغل التخصصي بتاعنا. فشيكابالا عنده كان ميزه ان هو عنده السرعه والمهاره. حازم كان شغل على بطء طبعا، حماده كان شغله في بطء، فده ما اعرفش ارقصني يعني، ده اعرف اتعامل معاه ليه بحكم ان انا عيني على الكوره مش عيني على جسمي. لكن شيكابالا اقدر اوجهه يعني، انا هوجهه اطلعه بره حتى لو مهاري، مش هاخد منك الكوره بس هطلعه من منطقه الكوره، ولو راوغ في هعمل فاول مش هخليه يعدي، هزعلك اللي يفوت يموت. لو بتلعب خماسي مين اربعه لاعبين اللي تختاره؟ على فكره الاربعه اللاعبين ما ينفعش يبقى حريف، مش لاعب الخماسي ما ينفعش كله يبقى حريف، ماشي يعني الخماسي ده لازم يبقى فيه. طب اختار اربعه. ما هو انا ما هختار اربعه في خماسي في انهي جيل؟ اصل انا كان براحتك بقى يعني، دلوقتي احنا رايحين نلعب دلوقتي خماسي، اختار الاربعه اللي انت عايز تاخدهم معاك في جيلك، في شباب صغير اللي انت عايزه. صعب قوي دي برضو يعني، اختار اربعه خمسه اربعه يعني، لا انت واربعه
يعني هنلعب ديفندر بقى. ممكن اخد كابتن اسماعيل يوسف. كابتن اسماعيل يوسف ديفندر يبقى قدامي يشيل نص الملعب. مين جول؟ حارس المرمى. يعني انا بحكم ان انا اتفرجت على حراس كتير، في حراس كويسين جدا. عندي كابتن عادل مأمور. كابتن عادل مأمور. يبقى كده معاك كابتن على الازماء. كابتن اسماعيل يوسف وكابتن عادل مأمور. مين تاني هتاخد؟ مين في الزمالك؟ ماشي. عشان برضه ما اطلعش بره. يعني فاضل لك اثنين، واحد حريف ولا اثنين حريفه؟ ما هو ده بقى، هي دي المشكله. انا هلعب مساك، وفي حارس مرمى، ماشي، ديفندر، ماشي، واحد بقى بلاي ميكر. فاضل لك واحد. هي بقى المشكله في اللي انت جبتهم لي دول، التلاته اللي انت حطيتهم لي دول. بس هنا يعني مثلا انا اقدر اساعدك. هتعرف تستبعد شيكابالا، عشان انت برضو مش عايز واحد سريع وشويت، انت عايز واحد يلعب على الواقف. ما ملعب صغير، بريح. شيكابالا برضو خماسي تقيل على فكره. طب ما طبعا يعني. لا شيكابالا اكيد لو لعب في بيتهم هيبقى جامد. انا بقى بس اقصد انا بسهلها عليك، يعني بنحاول ننزل بالكاتيجوري شويه. هحط حازم. حازم ليه؟ لان حازم عنده ميزه انه يبقى بلاي ميكر وفيرود، لانه لعب في يعني بيلعب في الاثنين. يعني حازم مش عشان احرف، عشان هو حازم بيقدر يلعب فيرود. صح. يعني يستلم بظهره. شيكابالا لازم يجي في مساحات. يبقى احنا كده انت قلت كابتن حماده عبد اللطيف بيشتغل من تحت، يعني ياخد من تحت ويشتغل. يبقى حارس مرمى، عايز حد يبقى في القدام. حارس مرمى عادل مأمور، سامي الشيشيني، اسماعيل يوسف هو مش شرط احط نفسي، ما انا ممكن احط كابتن ابراهيم يوسف. مش انا عايزك تلعب. انا عايز تلعب. بقول لك انت هتلعب. السؤال بيقول لك انت هتلعب معاهم، يعني مش هتحط نفسك. ما انا عارف انت اللي حاجز. احسن مني. ده انت اللي دفعت. ده انت اللي دفعت ثمن الملعب. لا كلهم طبعا، كلهم لعيبه كبيره وعظيمه. المهاجم بقى دي بقى صعبه قوي، لان المهاجم انا يعني كابتن حسن شحاته طبعا كان حاجه من الحاجات الثقيله. كابتن جمال عبد الحميد كان من الناس، عبد الحليم كان من العندليب. هتاخد مين فيهم؟ ما انا مش عارف احط مين. انا هستاذنهم كلهم كده، احط كابتن حسن. كابتن حسن شحاته. عظيم. يلا ناخد السؤال اللي بعده. افضل مدرب تعاملت معه كلاعب ولا كراجل مدرب؟ لا كلاعب. كلاعب كابتن ابو رجيله. وكمدرب؟ وفي كابتن ابو رجيله كان كويس. في كابتن ابو رجيله ليه بحكم ان هو ليه فضل عليا. لكن اتعاملت مع كل المدربين كويسين. كابتن عمر سعد كان موجود، كابتن فاروق، كابتن في مش عايز انسى حد، كابتن حسن، كابتن في ناس كتير اتعاملت معاها مش عايز انساها. بس انا بتكلم ليه؟ لانه ليه فضل ان انا اول واحد طلعنا العب فريق اول، واول ماتش لعبته معاك كان كابتن ابو رجيله، وخدت معاك كاس مصر وانا لعيب. كابتن ابو رجيله. هاي السؤال اللي بعده. لو لم تكن مدافعا، ايه اكتر ملعب تحب تلعب فيه؟ أكتر غير الدفاع. اكتر مركز غير الدفاع. وانا اصلا مش مدافع اساسا. الناس ما تعرفوش انا اصلا مش مساك ولا ليبرو. انا راجل نص ملعب. انا ديفندر. فده المكان اللي انا بحبه، لان انا كان عندي حاجه الحمد لله دي كانت مميزه بالنسبه لي، ان انا بعرف اقطع وبقى بعرف ابقى بلاي ميكر. فدي اللي كان بيميزك. تزيد. كان بيميزك عن بقيه الناس ان انا اقدر العب مساك وليبرو وديفندر. ففي ناس كانت احسن مني في 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 المراكز كلها، بس انا الميزه عندي ان انا كنت جوكر. هي. انت مش عايزني مثلا زي كابتن برجيل. كابتن برجيل لعبني نص ملعب بدايتي. كابتن جوهري كان بيلعبني ورا مدافع، ولما لعبت كاس افريقيا 98 لما خدناه كان بيلعب نص ملعب، مش بيلعبني مدافع. فانا كان الميزه عندي ان انا بتعرف تتحرك في مراكز الملعب المختلفه في الاثنين. ناخد اللي بعده. مين اللاعب اللي انت شايفه خليفتك في الكره المصريه؟ شبهك، بتحس انه قريب منك. بس انا مش، انا فاهم، مش خليفه خليفه يعني، لان انا عندي مشكله ان انا ما فيش ليبرو. فالموضوع انتهى. بس اللعيبه اللي بتعرف تطلع بالكره كويس، اللي بتعرف تتحرك في اكتر من مركز. والله انا شايف اللي جاي هو مش بقول شبه يعني. في لعيب اسامه جلال. اسامه جلال. ده لعيب كويس وده جاي. وانا ما كنت موجود مع الكابتن مستر كارترون، كان موجود، هو منتخب اولمبي، كنت مرشحه ان هو يكون موجود في الزمالك قبل ما امشي. كان في كام لعيبه كنت مرشحهم، كان منهم اسامه جلال. ده مساك جاي هادي. ما بيعملش مشاكل، تسمع له الصوت. صح. بيشتغل بس، بيعرف يطلع بالكوره. صح. فانا شايف ان اسامه جلال في السن واعي جدا. في كل حاجه يعني، ده مستقبل. هايل. مين تاني كنت مرشحه للزمالك كان نفسك يجي الزمالك غير اسامه جلال؟ كان دونج. دونج. كنت مرشح دونج وجه. ومهند. يعني مهند كنت مرشح كنت مرشح دونج. دول من الناس اللي انا كنت حاططهم. في كذا حد كده كان موجود. كنا بنشتغل على اسماء، لان احنا كنا عاملين حسابنا ان احنا مكملين. فحصل بقى كورونا وانا ما كملتش والراجل مشي، فكنت بعت له الاسماء. كنا قايل لي شوف الاسماء اللي احنا ممكن ندعم بيها. فكان منهم الناس دي. مدرب ظلمك ولا تنسى ما حد سمعه منهم ومنه معك. اوتوفيستر. ما نساهوش. ظلمني في مكان موجود ومعرفش ليه. لان انا جيت في ماتش من الماتشات، اول ماتش جه فيه كنا احنا بنلعب الاهلي. وهو ما كانش موجود، كان موجود كابتن حلمي طولان، هو اللي كان ماسك قبلها، هو اللي بيعمل تكتيك وبيعمل طرق اللعب، بيعمل كل حاجه.
فكان عندنا مشكله ان مفيش مساكين. وانا جالي جالي حاجه في الخلفيه. فانا كنت موجود في الاسماعيليه. فالراجل ده ما كانش موجود، ما كانش يعرفني ولا 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 انا اعرفه. فانا لعبت وانا عندي مزق، كانوا ياخدوني النادي الاسماعيلي يعملوا لي جلسات، ناس محترمه جدا في الاسماعيليه، كانوا ياخدوني يعملوا جلسات وارجع على التمرين. كنا معسكرين في القريه الاولمبيه هناك. فكنت مصاب، فاضطريت البس فخد عشان ما فيش حد. وانا وكان ساعتها بعتقد كان ساعتها كان مشي مدحت او هيثم فاروق كان جاي، كان في حاجه كده تبادليه فما فيش مساكين. فانا قلت لازم العب. فلعبت وانا ممزوق وعندي مشكله. فجيت الراجل، انت كنت وحش؟ ما كنت. انا استغربت، انت اصلا ما تعرفش ايه اللي حصل؟ فحصل بين صدام انا وهو. وفوجئت ان هو مش حابب ان انا ابقى موجود. وانا ما كنتش حابب ان انا ابقى موجود معاه. وبعدها طلبت ان انا امشي اروح الكويت، جالي عقد من الكويت، فسبت النادي ومشيت. لعبت في الكويت، فده من الناس اللي خلاني سبت النادي ومشيت. وما اعرفش انا يعني هو ليه كان واخد موقف بالنسبه لي وانا ما كانش عندي ازمه معاه. يعني هي الغلطة اللي عملتها لو رجع بيجي الزمن ما تعملهاش. انا في موقف، في غلطة انا قصرت فيها. يعني انا كنت جالي، كنت بلعب منتخب مصر ونادي الزمالك وبتاع، فحصل لي موقف ان انا جيت اتصبت في السوبر. فالسوبر ده كان بين الاهلي والزمالك، احنا خدناه في جوهانسبرج. بعدين رحت منتخب وبتاع، فحصل ان انا حصل اصابة، فرحت عملت رحت المانيا، قالوا لي لا ده انت عندك رباط صليبي، لا هنعمل لك. فجاه لقيتهم عاملين غضروف. اصحابي بقى خدوني كده، رحنا فايد عندهم شاليه ورحنا لعبنا كوره بتاع، كنت لسه خفيت. فانا عايز اشوف رجلي خفت ولا لا، يعني انا نزلت طبعا. راح الغضروف مقطوع، رحت رايح وانا مصاب، عملت عمليه تانية. دي بقى اللي قعدتني كتير، فتره كبيره جدا، اثرت على حياتي الرياضيه. سبحان الله، اثرت على حياتي الرياضيه. ان انا بعدها عملت عمليه، اصبح الغشاء السينوي بتاع الركبه بيفرز ميه من العمليات. فاصبح دي اثرت عليا سنين في حياتي الرياضيه. لو رجع الزمن مش هلعب، مش تعمل كده، مش هعملها ابدا. ناخد السؤال بعد كده. لو انت مدرب الزمالك تحب مين اللاعب اللي تختاره من الاهلي؟ والله بص، دي مشكله. انا الزمالك ما عندوش نقص. يعني انا ما عنديش في نادي الزمالك اقدر اقول ان في حد، يعني لعيبه الاهلي كلها كويسه قوي. لكن انا عندي في الزمالك لعيبه كويسه. فلكن لو تقول لي لعيب كنت تحبه ابقى موجود عامه، اقول لك عبد الله السعيد. عبد الله السعيد لكن مش شرط من النادي الاهلي، مش لازم. انا كنت اتمنى ان عبد الله السعيد يبقى موجود في الزمالك بصراحه، وكان ممكن يبقى موجود من فتره كده، لكن الظروف ما ساعدتش. يعني مين اكتر مهاجم لعبت عليه وتعبك؟ اتنين. اتنين ومنهم واحد كان معايا في الفرقه. كان مجد الصياد بتاع الاسماعيلي، وتامر النحاس، وايمن منصور. انا ما بعرفش العب ضد اللعيبه اللي هي اللي عندها فايتر شخص. دول ما بعرفش العب لان في التحامات وقوه وصراع. انت عايز وازمه. اللعيب اللي هو بيبقى ذكي ده اللي ايه، ذكاء حرب، ذكاء بذكاء. انا وانا وانت، لكن هتخش بقى كوع وركبه وبتاع، انا ما بعرفش العب. وبعدين تروح داخل الالتحامات وبتاع. انا بقول لك منهم ايمن منصور. لما كنت العب عليه في التقسيمات كنتش احب العب. ما كنت انا بقى ايه، اقلق. لان هو بقوه وسرعه والتحامات وجامب وبتاع والكلام ده كله. فانا يعني هم دول. هم دول. لكن اللعيب اللي انا كنت لما بقابله وكنت بقى يعني لما هارين كانوا صلاح الدين. لان كان بيلعب معايا من الناشئين. من صغره. كنا احنا الاثنين جيل واحد. فكان يلعب قصادي في الناشئين وكان يلعب قصادي في الفريق. كان مين بيكسب؟ انت ولا هو؟ لا اساله. اساله؟ في الناشئين احنا كنا كويسين قوي. اصل وليد كان كابتن كبير، كابتن وليد صلاح الدين، دايما يقول لي كنت برأس اي حد. انا لسه بقول لك ايه؟ عشان بقول لك يرقص اي حد، لكن جيلنا احنا كان جيل قعدنا خمس سنين ما بنغلبش ماتش. انت عارف ما بنغلبش ماتش. خدنا بطوله الجمهوريه من النادي الاهلي وكسبونا مره بالبلينات في مؤلك. فلما كان بيجي لك ما بيعديش. ما اساله هو. لما بس هو كان من اللعيبه الحريفه قوي. اللي كنت تقلق تخش عليه، لان انت مش عارف هيعدي بأنهي رجل. صح. يمين ولا شمال. صح. فوليد من الناس برضه اللي هي كانت متعبه يعني.